نعطيها مثلا 30,000 ولا يتروح بقفة. تو تعطيه 50,000 تروح ما تلقى حتى شيء. تتعارك انت وياه يومين العركة. ولدنا مساكن تعرف شنو هو؟ هشاشة العظام اللي حكي عليها هي والطب والواحد واحد باش يدخلوا غاديك. تخلي 10,000 الساعة هذه بيتي ديج معناتها الصباح باش يخرجوا عندك زوليد باش يمشوا يقراوا 10,000 خمسة من وخمسة من وانت والمدام وقد تفرجوا فيهم. الحليب فهمني تو تعرف كلمك هو موجود خير من قبل. أما بالنسبة للتوفير لا تاخذ باكو حليب يمكن. أما بالنسبة وشنو وقتاش تاخذ وقت طب الكاميون. اما اذا كانت تخلي حانوت ما عادش تاخذ غله والله تو الحل تو ريت تو حاليا ان شاء الله ما يغلوش فيها ما نحبش نقولها خاطر يغلوا فيه خاطر نقول حاجه يغلوا فيه ايش شويه مر. شنو رايك في الاسعار؟ والله الاسعار شنو نقول لك مازالت اسعار هي ما عادش خلت عليه الموت الاسعار كلها باهظه كلها باهظه منين ندور تلقى فهمني الاسعار باهظه فهمني تو ترخفت شويه بون فما تو في متناول فهمني المواطن اما الاكثريه فهمني نتاع الزوالي ما يخلطش تو تعرف قداش واحد يزمو يخلص على الاقل 3 ملايين في الشهر باش يخلط على الكراء يخلط على الماء والضوء يخلط على باش يقري ولادو شوفوا شوفوا زاد ما نحكيوش على الماكله الماكله هذيك ما يخلطش عليها فهمني الماكله اقل حاجه اقل حاجه 2 ملايين الماكله حط معاهم 600 كراء حط معاهم فهمني ورقه الماء والضوء هذيك 400 هذيك فهمني جي 3 ملايين بالضبط جي 3 ملايين باش عيش بالحق راه باش عيش بصابل معناتها نحكيو على الطبقه الوسطى راه ما نحكيوش على الواحد هما في بالهم تبقى وسط مازالت وسط ما عادش كلها فقراء مازالت شويه تبقى فهمني 10 من الناس عايشين فيما تبقى الكل مساكن والله مساكن. عملت على اسعار الخضره؟ والله الخضر الكل طليت عليها فما اللي تحت فما اللي تحت الاسعار اما الاكثريه اللي معناتها نيسيسير كيما الطماطم كيما الفلفل كيما البطاطا كيما الواحد هذيك اللي لا غالي هذيك اما شنو الخضره؟ معناتها معدنوس تعرف تعمل ما تعمل طاجين معدنوس كي نقولوا غير عظم لا ما غير عظم شنو هو العظم يا مهبول انت العظم صور له فهمني سيلفي معاه ومن بعد تعدى ولا بالحق وبالنسبه للحليب موجود متوفر ولا ما لا ماهوش متوفر والحليب فهمني تو تعرف كلمك هو موجود خير من قبل اما بالنسبه للتوفير لا تاخذ باكو حليب يمكن اما بالنسبه وشنو وقتاش تاخذ وقت طب الكاميون اما اذا كان دخل الحانوت ما عادش تاخذ الحانوت ولا يبيع الحليب الطماطم والفلفل وغيره وغيره ش عنده بالضبط في الحانوت؟ وزارة التجارة أعلنت إنها ضبطت أسعار الطماطم والبطاطا. البطاطا بدينارو 500، البصل 1200، والطماطم 2250. شنو رأيك؟ وين هذا؟ هذا هي أسعار هذيك. ينجموا يقولوا شي يحبهم يا حسرة. قبل الزين قبل ما يشرب القهوة متاعه إلا ما يتفقد قفة الموت إلا ما يشوف السوق الجمل شفم. فهمني؟ تطلع الأسعار يو يدعم يجيب من برا يجيب كل شيء. منين باش يجيبه تو حتى اللورو ما فماش. تو الدولة تضلع فهمني تو كي خلصوا شهر يتسمى نقزوه فهمني تصور انت وزارة النقل اللي يتسمى نقل معناتها مش خسارة معناتها فهمني اللي تروى يخلصوا هذه حكاية هذه معناتها مرة ما صارت هنا في تاريخ تونس انا نذكر مرة برك وخرت شهرية وقتها للأمن فهمني وخلصها وقتها مني الله يرحم بورقيبة خلصها توا بالسيف فهمني خاطر ولده موجود في ليبيا باش يسيبوا له فما شونجمون باش يصير خلصها وقت القذافي هذيك وخرت وقتاش وخرت لترون تايا تسمى وخرت وديكليت عليها بعض تو لتروا ما يخلصوش والتعليم وغيره 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 صبان الشهريات ما تحكيش عليهم نرجع لموضوعنا انت كي دخلت للمارشي شنو قضيت؟ والله ما قضيت شيء طليت عملت طله وخرجت تو حاليا فهمني جاي نشوف البنان نشوف قداسهم نتاعهم مازلت ما شفتش قضيتني انت قبل مازلت ما تفجعتش مازلت ما تفجعتش صحيت شنو تعرف شنو بالحق ما تو انا نجم نقضي اما مش كيما قبل معناتها الشهوه نتاعي ما فهميها الشهوه نتاعي باش نمشي هكا مع الناس وكا وناكل وكا فهمت اما باش تشهى وتوكل ولدك تي ولدنا مساكن تعرف شنو هو؟ هشاشه العظام اللي حكي عليها هي والطب والواحد باش يدخلوا غاديك تو شنو هو هشاشه العظام باش بشكل لو ما قيتروه ما فهميش باش توكل خضر باش توكل كذا ما فهميش ما تلقى ما تاكل حصير تقوم الصباح تخلي 10,000 الساعه هذه بيتي ديج معناتها الصباح باش يخرجوا عندك زوليد باش يمشوا يقراوا 10,000 خمسة من وخمسة من وانت والمدام وقت تفرجوا فيهم هاكا ياكل شويه خبز ويعملش حتى مش قهوه تي ترفع حليب انا قهوه شكون يقضي في الدار انت ولا المدام؟ والله ايش كلمك توا بور لي مومون انا نقضي خاطر المدام عاش نجم المدام هربت قالت لك مال في المدام تقضي نعطيها مثلا 30,000 ولا تروح بقفه توا تعطيها 50,000 تروح ما تلقى حتى شيء تتعارك انت وياه يومين العركه هاي هات نقضي انا شنو ترضى ولا ما ترضاش انا احكي لك حكايه ما يصيرش نحكي حكايه به الارنب هذا باش ندخلوا حكايه بحكايه اما مثال الارنب لقات فني ملي فاق بها عمك الذيب قال نقسموا بعض
خاطر نقسم فهمني شو يعمل ياخذ الباي ياسر ويخلي له شويه من بعد خلى تو نعاودوا القسمه ياخذ برشا ويقول هذه ليك ترضي ولا رضيتي ما يرنا مسكينه كيما الحاكم ترضى ولا رضى فهمني مسكينه تغاضت يا ربي شنو نعمل هذا خذ لها الماليه كل خلى لها تريف مشيت تخمم جاها عمك السلوقي فهمني الذيب خلاش بيك خاطر انا خاطر راه وكا وكا العمليه خلى غدوه نمشي انا وياك ونعاودوا القسمه مشيت له خاطر اقوى منه هذيك فهمني تو هذا الكلب اقوى من الذيب جاي يتفرج الكلب متخبي خاطر عم الذيب اخوي ما عجبتنيش القسمه نعاودوا نقسموا باش يعطيها بايا صحيح فهمني كي جاي باش يعطيها بايا صحيح خلى باهي نعاودوا نقسموا حسابها وحدها كي تلفت لقى الكلب يستنى فيه خاف ولا يعمل لك يا اخو شويه ويقول له هذه ليا رضيت ولا رضيت شويه برك ويعطي للمواطن ان شاء الله يرضى المثل هذا بس المثل اللي حبيت تقول به مش نقول به المثال هذا قبل المواطن يلقى حقه ويلقى السوق ويلقى ما ياكل ويشبع ويشيخ مش يشبع يفضل حتى يفضل ويعطي للناس كانت الناس حنا على بعضها تو ما عادش تو كي يلقى ياكل هو يتسمى نقزها مش باش يعطي لجاره جاره هو السنه نتاعنا جارك يبدا جيعان وانت تبدا شبعان تتعاقب عليه ما بالك تو زوج جوع فهمني علاش هربت الناس وبدات تهاجر يا بنتي تتصور انت تو تحكي على الهجره وتحكي على المواطنين كان قبل اللي هاجر ما عندوش تو اللي عنده اللي هاجر معناتها فهمت تو شنو معناتها تو بالنسبه اللي عنده ما عادش البلاد تو انت عندك فلوس وما تلقى ما تشري باش تروح لاولادك تلقاهم جوع تلقاهم فهمني هذاك يبكي هذاك يحب كراسة هذاك يحب مع شنو هذاك يحب يلعب الكوره يا بني ما خلوا له حتى شيء ما خلوا له شيء صدقيني ما خلوا له شيء ما فهمتش وين ماشي وين ماشينا الله وعلا وان شاء الله ربي يجري على صلاح بالحق ولا ما يرحمنا ربي سبحانه مشيت ورجعت باش تشوف الموز البنان قداش لقيت 7500 باش ناخذ كعبه ما نجمش ناخذ 7500 تعرف قداش بالضبط تو نزلوهم اربع كعبات 7500 وانا عندي خمسه في العائله واحد ياكل ولا خير ليه سامحني يرحم والدي باش تشري البنان لا مانيش شاري متعدي على روحي انا نتفرج فيه صحيح علاش باش تاخذ غله غله والله تو الحل تو توريت تو حاليا ان شاء الله ما يغلوش فيها ما نحبش نقولها خاطر يغلوا فيه خاطر نقول حاجه يغلوا فيه ايش شويه تمر يمكن يعطينا شويه علاش ناخذ مش على خاطر حب فيه راه تمر غالي راه والله ريتو ب 5000 ريتو ب 5000 كي تاكل كيلو ب 5000 الاخر على الاقل ثلاثه حبات تمر تغذي بهم روحك باش نتغذوا الاكثر ولا الاقل باش تعطي الطاقه لبدنك باش يمشي ولا يمشي باش يولي يتحرك باش يولي يدخل فلوس اما اذا كان باش تاخذ حاجه اخرى ما تدخلش الفلوس بدنك يمشي باش ما يتيحش لبدن الاكثر ولا الاقل 5000 فرنك باش تاخذ بها كيلو تمر ثلاثه كعبات ثلاثه كعبات ثلاثه كعبات الصباح باش تاكل بها وتخرج على روحك ما عادش تاكل حتى شيء تسمى هذيك تسمى رخص حاجه تو يدور شنو باش يخرج الرومان رخيص الرومان ليه الرومان ليه والله ليه تو ب 2500 وقدام 2500 قداش من كعبه كعبتين كعبتين الرومان ب 2500 باش فركها تلقى عندك فني مغير في الرومان ب 2500 نار نار اي انا قلت لها نحكي لها على الدنيا مازال الدنيا ميرسي عايش والله ان شاء الله ربي صبرنا الكل والله